السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار شانيل. كنتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم وانتم في احسن الاحوال وبصحة جيدة. ولا كنتي اول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تنضمي العائلة ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد فيديوهاتي. جيتكم بفيديو جديد وفي هذا الفيديو هذا جبت لكم شباكية بلا عذاب بلا دليك بلا تشباك بلا تمارة، وكتحصلوا على شباكية اللي كتجي هشيشة ومعلكة ومجعبة وشاربة العسل وكتدوب في الفم. اكيد الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم من تذوقها عندكم. نخليكم على الفيديو تكتشفوا الطريقة والمقادير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الشباكية تاعنا، عندي هنا كاس وكاس الا ربع ديال الماء. الماء اللي كيكون عادي هنا عندي كاس واحد، وهنا كاس ما عامر يعني كاس الا ربع الماء عادي. عندي كاس عامر ديال الماء ديال الزهر، عندي كاس مخلط ما بين الزيت العادية والزيت البلدية، عندي هنا نص كاس ديال الزبدة اللي ذوبتها حتى ولات اللون ديالها هكايا يعني زبدة نوازيط، كتعطينا واحد اللذة واحد المذاق للشباكية تاعنا. كتاخدو الزبدة وكتخليوها كدوب على واحد العافية اللي كتكون مهيلة حتى كتحيد من الكمية تاع الماء وكيولي فيها هاد اللون هذا، ما تخليوهاش حتى تحرق ولكن خصها تكون في هاد اللون هذا. هذه زبده نوازيطه البنات. غادي نحتاجو كاس عامر ديال الزنجلان اللي نقيته وطحنته، يعني ما كنصهدوه ما والو، كنطحنوه هكاك خضر، لان الا بقينا حتى صهدناه ودرناه في الشباكيه ملي كنبداو نقليو فيه فكيتحرق لينا وكيعطينا المذاق. من الاحسن نطحنوه هكاك خضر، المهم خصنا نطحنوه حتى كنحصلوا على عجينه ديال الزنجلان بهذا الشكل هذا. قال لكم شويه ما نطحنش مزيان، حاولوا تغربلوه باش ما يقطعش لكم الورقه ملي كتكونوا كتورقوا في الشباكيه تاعكم. غادي نحتاجوا كاس ديال اللوز حتى هو اللي طحنته خضر، يعني ما صهدته ما والو. غادي نحتاجوا عندي هنا كيلو ديال الدقيق، عندي هنا كيلو ديال الفورس كيف كتشوفوا، وعندي ساشي ديال خميره الحلويات او البيكين باودر. غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الخل، معلقه كبيره ديال النافع او اليانسون، ودرت معاهم انا واحد الحبات ديال حبه حلاوه حتى هي كتعطي المذاق زوين. اللي ما بغاش غادي يدير غير النافع بوحدو. عندي هنا اربعه الحبات اللي طحنتهم مع شويه تاع السكر ديال اربعه الحبات تاع المسكه حره، طحنتهم مع شويه ديال السكر. وغادي نحتاجو درت هنا دابا ديال الزعفران اللي ذوبتها شويه تاع الماء، الا عندكم الزعفران شعره غادي يكون احسن ذوبوه في شويه تاع الماء، انا متوفرش عندي فدرت هنا غير داما. غادي نحتاجو عندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي هنايا معلقه من المروزيه او العطريه ديال اللحم. هذه البنات انا مصيبها على يدي وفايت لي شاركتها معكم في الحلقه ديال مريم بركات، الحلقه ديال دق دق ضيف الله، راه حطيت لكم المقادير كامله ديال هاد المروزيه اللي كتجي زوينه، انا ما كتخطانيش نهائيا من الدار. وكيف فايت لي وسبقتها قلتها لاخت مريم، قلت ليها باني راه كنديرها حتى في الشباكيه. غادي نحتاج منها هنا معلقه صغيره كتعطي مذاق زوين للشباكيه. هادو هما المكونات اللي عندنا. غادي ندوزو دابا الطريقه، الطريقه البنات ساهله، هاد العام غادي نسهل عليكم الشباكيه، ما غادي لا تدلكوا ولا تشبكوا ولا غديروا حتى شي مجهود. الطريقه اللي هي بسيطه، غادي تصايبوا الشباكيه، انا متاكده اللي شافت الفيديو تاعي هاد العام غادي تصايب الشباكيه راسها، يعني اللي مارفه كتكومونديها من برا او كتشريها من برا هاد العام غادي توجد شباكيه في البيت ديالها، لاني غندير معكم واحد الشباكيه كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. ما غادي نشدلكوها وما غاديش تشبكوا، يعني ساهله ماهله. غادي ناخذ هنا الخلاط ديالي، درت فيه هنا الكميه اللي عندي ديال الماء، غادي نزيد عليه كاس ديال الماء زهر، وغادي نضيف عليهم كاس ديال الزبده ديال الزيت، الكاس اللي مخلط ما بين الزيت العاديه والزيت البلديه، وغادي نضيف عليهم هنايا نص كاس ديال الزبده نوازيط. كيف كتشوفوا البنات هذا التحتاني اللي كيبقى لينا هذا هو اللي كيعطي البنه بزاف. انا غناخذ واحد المعلقه وغادي ننزلو، يعني ما غاديش نحيدو لانه كيعطي كيعطي البنه زوينه. هذا هو السر في هذه الزبده، في هذه الزبده اللي كنديروها هكا نوازيط. صافي، وغادي نضيف هنايا الزنجلان، غادي نضيف اللوز، يعني غنضيف جميع المكونات اللي عندي، غادي نضيف حتى اللوز. قلت لكم البنات هاد الشباكيه سريعه دغيا كتوجد، ماشي كيف مورفين كنصايبوا الشباكيه، يعني كتاخذ منا واحد الوقت اللي هو طويل وكتضيع لينا حتى المجهود ديالنا، يعني كتاخذ منا حتى المجهود. هادي في الخلاط كتخلطوا كل شيء في مره. غادي نديروا هنا معلقه ديال النافع وحبه حلاوه، غادي ندير هنا المسكه حره،
غادي نضيف عليهم هاد المعلقه ديال المروزيه او راس الحانوت. هنا غادي ندير القرفه، غادي نضيف عليهم معلقه ديال الخل، وغادي نضيف خمارة ديال الحلويات او بيكين باودر على حسب كل واحد باش كيسميها. هنا غادي نضيف عليهم واحد القبيسه تاع الملحه، ما نزلتهاش ليكم، غنضيف واحد القبيسه تاع الملحه. وعلى هذا الخليط هذا غادي نضيف واحد ثلاثه المعالق ديال الفورس كيكونوا عامرين. هاد المعالق هذا ديال الفورس كيخثروا لينا الخليط ديالنا. صافي، وغادي ندوز نطحن جميع المكونات اللي عندي. وهنا بعد ما طحنت جميع المكونات في الخلاط فخديت القصريه وغادي نحوي فيها هذا الخليط اللي حصلت عليه. بالنسبه لهذه الطريقه البنات تاع الخلاط كتوفر عليكم الدلك، يعني ما كتحتاجش شباكيه تاعكم تدلكوها بزاف. وحتى بالنسبه للنواشف بحال الزنجلان والنافع واللوز، يعني بلا ما تطحنوا بلا ما تغربلوهم، فملي كطحنوهم كلشي كيعاود يطحن وكيتنيل مزيان. هنا غادي ناخذ الكميه اللي عندي ديال الدقيق وغادي نغربلها، وغادي نبدا نضيف كميه بكميه حتى غادي نحصل على واحد العجينه اللي غتكون يعني متماسكه. وغتشوفوا القوام تاعها في الاخير كيفاش غادي تكون. هنا كيف قلت لكم كنضيف الدقيق غير بشويه بشويه، ما كنديرش كيلو كامل حتى كنجمع العجينه تاعتي. بالنسبه لهذا القياس اللي عطيتكم فهز ليا كيلو و200 غرام تاع الدقيق، يعني درت هذاك الكيلو اللي كان عندي في الباكيه وضفت واحد 200 غرام اخرى. هنا بالنسبه للعجينه جاتني قصريه صغيره فغادي نجمعها ونديرها فوق سطح العمل باش هكا نتحكم فيها وندخل الدقيق في باقي المكونات مزيان. كيف قلت لكم البنات راه ما غاديش تحتاج تدلكوها، غير كتجمعوا هذاك الدقيق مزيان ما كيبقاش يبان. صافي العجينه راه كتكون رطبه بين يديكم. بالنسبه لهاد العجينه البنات ما كتكونش قاصحه بحال العجينه ديال الشباكيه اللي معتادين عليها، كتكون شويه مرخوفه عليها. نتوما غتشوفوا القوام ديالها في الاخير كيفاش كيكون. هنا كنحاول ندلكها غير شويه باش المكونات كاملين ينسجموا لي مع بعضياتهم وكيكون هذا هو القوام الاخير ديالها. مباشره غادي ندوزو هنا غادي نشكلوها، يعني ما خليتها لا كترتاح لا والو، شديتها وقطعتها هكا كويرات كيكونوا متساويين وبدورهم غادي وغادي ناخذ هاد الكويرات وغادي نحاول نورقهم بحال غادي نصايبوا العجين مورق باش هكا الشباكيه تاعتنا كتجينا مورقه وكتجي مجعبه من الداخل وكتجي شاربه العسل. غادي نخدم هاد الكويرات كاملين، وكل كويره خدمتها غادي ندخلها في البلاستيك باش هكا العجينه تاعي ما تنشفش معايا. وكيف كتشوفوا البنات كيف قلت لكم العجينه راه ماشي قاصحه بزاف، وهنا علاش كنخدم انا بالدقيق باش هكا العجينه واخا تشرب لي الدقيق ما غيكونش عندنا مشكل لان العجينه شويه مرخوفه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وكيف قلت لكم كل كويره صيبتها كندخلها داخل البلاستيك باش العجينه تاعي ما كتنشفش ليا. وهنا باستعانه ديال الدقيق فوق سطح العمل غادي ناخذ كل كويره شكلتها غادي نطلقها هكايا بالدلاك رقيقه. كيف كتشوفوا العجينه رطبه وما كتمحنيش، يعني انا ما بغيتش ندير الوراقه نخدم بها او الاله الخاصه بالشباكيه ما غاديش نخدم بها، كاينين الناس اللي ما عندهمش، فغادي نخدم معكم هاد الشباكيه غير بالمدلك وغادي نوريكم بان العجينه رطبه يعني ما غاديش تمحننا وما كتاخذش منا حتى الوقت. غادي نحاول هكا نطلقها تكون رقيقه، كنعرفوا الشباكيه باش كتجينا زوينه وكتكون ناجحه معنا من السر ديالها خاص العجينه تكون رقيقه. هنا من بعد ما رققت العجينه تاعتي كيف كتشوفوا السمك ديالها راه رقيق بزاف، خديت هنا الجراره وقطعت الجوانب كاملين حيدتهم تحصلت على واحد المستطيل اللي كيكون مقاد. وهنا غادي ندير فيه اشرطه بهذا الشكل هذا كله غادي نقطعوا اشرطه، وغنشارك معكم هذه الطريقه الغريبه ديال الشباكيه اللي كتجي رائعه في التشبيكه تاعتها وكتجي سهله خصوصا المبتدئات اللي ما كتغلبهم الشباكيه وما كيعرفوش، يعني كيبغيو يصيبوها وما كيعرفوش يشبكوا. فما عليكم غير تجربوا هذه الطريقه. وحتى السيدات اللي كيشدوا لي كوموند وكتجي في الصراحه الشباكيه راه فيها تماره وفيها الخدمه، خصوصا الناس اللي كيشدوها مع يعني مع الكليان ديالهم. صراحه راه كتمحن البنات وكتبغي العوين، انا معايا يدي بوحدي راه كتمحني. فجربوا جربوا الطريقه راه كتجي تشبيكتها واعره وسهله، يعني ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت. وكيف قلت لكم ما كديروش معها حتى المجهود دغيا كتوجد. هنا كنرش شويه تاع الدقيق فوق سطح العمل وكندير خمسه الاشرطه، يعني كناخذ شريط وكندير فوق منه شريط اخر حتى كنكمل خمسه ديال الاشرطه واحد فوق واحد حتى كيعطيونا خمسه كيف واضح معكم في الصوره. هنا بعد ما درت خمسه تاع الاشرطه كناخذ موس كنقطع الجوانب الاولين كنحيدهم
وهنا كندير عبار ديال 4 صبعان. انا كنبغي الشباكيه تكون صغيره، الا بغيتوها كبر غادي نتكبروا المستطيل، ويلا كنتو كتبغيو الشباكيه غير صغيوره فغديروا بحالي انا 4 ديال الصبعان. وكنقطع وخديت الاولى وبقيت ناخد على العبار باش هكا الشباكيه تاعتي تجيني كلها في واحد القياس واحد، وكتجي مقاده حتى في التشبيكه. ومن بعد كتشوفوا كنهز هذوك الخمسه تاع الاشرطه اللي قطعت، كنحاول نحلهم باليد ديالي، وكناخد واحد السكين كيعاونني باش كنخرج هذاك الشريط الوسطاني صافي، وكنقرص على الجنيبات بهذا الشكل هذا، وكتعطيني شكل ديال الشباكيه من اسهل ما يكون. غير اللي ما بغاش تصايب الشباكيه هاد العام وما بغاتش تبرع راجلها ووليداتها، فالتشبيكه ساهله وكتجي واعره والله. البنات ملي كطيبوا تشوفوها تتقولوا مشبكين هاد الشبيكه العاديه، يعني كتبان بحال مشبكه، كتجي زوينه، كتجي صغيره، والمذاق ما نقولش ليكم، يا سلام كتجي زوينه. ما عليكم غير تورقوها البنات، ديروها رقيقه بزاف باش هكا تحصلوا على الشباكيه اللي كتكون زوينه وناجحه معاكم. غادي نعاود معكم هنا باش نزيد يكون الشرح يعني بالنسبه للناس اللي ما فهموش هنايا، غادي نزيد نشرح لكم. كيف قلت لكم كديروا 5 تاع الاشرطه شريط فوق شريط حتى كتكملوا 5، ومن بعد كتبداو ديروا 4 صبعان وكتقطعوا حتى كتحصلوا على مستطيلات بهذا الشكل هذا. كتاخذوا داك المستطيل كتجمعوه من الجوانب وكتحاولوا تحلوه من الوسط كيف واضح في الصوره، وكتاخذوا الموس كتحلوا هذوك هكا هذوك الجوانب بهذا الشكل هذا، وكديروا جوج من هنا وجوج من هنا، وكيبقى عندكم واحد كديروه من الوسط. يعني طريقه سهله وكتضغطوا عليها وتحطوها، يعني طريقتها سهله. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. كل حاجه صايبتها كنديرها في واحد اللاطه وكنخليها تنشف على خاطرها، ومن الاحسن نخليو الشباكيه تبات البنات باش هكا كتنشف وكتجي زوينه. صافي من بعد غادي نكمل كيف قلت لكم، غادي نخليها انا تبات ليله كامله، ومن بعد ان شاء الله ملي غتبات ليله كامله عاد باش غادي ندوز باش نقليها معكم. وهنا البنات غادي نعاود نشرح لكم هنا مزيان باش يكون الشرح يعني باين وتكون الصوره واضحه. هنا غادي نديرها لكم بالعرض البطيء كيف كتشوفوا، درت 5 الاشرطه واحد فوق واحد حتى كملت الكميه اللي عندي ديال العجينه كامله. وهنا كناخذ هذوك الاشرطه كنقطعهم كيف قلت لكم حساب ديال 4 صبعان ديولي باش كناخذ القياس. هنا كناخذوا كل هذوك الاشرطه كناخذوا كل واحد فيهم كنجمعوا ليه الجوانب، ضروري ما تضغطوا على الجوانب باش ما تحش ليكم البنات ملي كتكونوا كتقليو، يعني الجوانب كتضغطوا عليهم مزيان، وكتاخذوا واحد الموس كتحلوهم كديروا جوج من هنا وجوج من هنا وكتجروا لواحد الوسطاني. يعني ملي كتضغطوا عليهم راه كيبقى لكم غير داك الشريط واحد الوسطاني اللي خاصكم تحيدوه، صافي الاخرين راه كيكونوا في بلايصهم. هانتوما كيف كتشوفوا البنات هنا من بعد ما حليت يعني ضغطت على الجوانب مزيان، هنا بالموس كنجر هذا الشريط هذا كنحاول نخرج الوسط، وغادي نعاود نضغط وكتعطيني الشكل ديال هاد الوريده هادي اللي كتجي زوينه في المنظر، يعني شباكيه على حقها وطريقها. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد ما خليت الشباكيه ديالتي باتت ليله كامله حتى نشفت على خاطرها، لاني وجدتها معكم يعني البنات في الليل وخليتها باتت. هنا درت واحد الكميه تاع الزيت خليتها حتى سخنت مزيان، ومن بعد مهلت عليها البوطه خاصها تكون مهيله باش الشباكيه ما تطفش لينا وتطيب على خاطرها، ماشي تجينا محمره من برا وخضره من الداخل، خاصها تطيب مزيان باش هكا كتجي في هذيك التكرميله وكتجي رطبه. صافي هنا كيف كتشوفوا كندير واحد الكميه تاع الشباكيه وكنخليها، كناخذ واحد القطيبه ديال الشوا ديال العود وكنصهر كنقلب فيه الشباكيه تاعي، راه كتشوفي بالضبط يعني كتاخذ ليا كلها لون واحد اللي كتجي مذهبه. هنا بعد ما كتاخذ ليا كميه الاولى كنحيدها وكنخليها في الغسل
كنخليها واحد المده حتى تطيب ليا الكميه الثانيه عاد انا نعجن الحيطه صافا باش يتصفى ليا العسل وكنعاود نضيف الكميه الاخرى يعني داك الشباكين اللي غادي نحيدو من الزيت ديالو كنحسب كنخليه وهتصفى هاد الحيط قد ما بقات في العسل كتجي شاربه وكتجي رطبه وكتجي زوينه صافي البنات يعني الطريقه تاع الكميه واضحه ما عليكم غير الزيت تكونه وتكون عاتم مزيان كيبقى لكم باش ما كتخطفش لكم الشباكيه تاعكم وكتجي طيبه من برا ومن الداخل. اذا جبتوا هذه البوطه البنات وما عطيتوهاش الخاطر راه غتكون حمرا من الداخل ومن برا غادي تجي حمرا ولا تحرق لكم. من الاحسن نهزوا البوطه وخليوها راه كتطيب على خاطرها يعني غير بواسطه ديال الشوا داك الطيب ديال الشوا ديال العود هي باش كتبقاو تقلبوا كتشوفوا كتاخد هي كامله من الداخل. وهنا كندير واحد الحبيته كنسقيها من داك الزيت ومباشرة هي سخونة كنحطها في الوصل. بالنسبة للعسل البنات راه من كل ورطو فهو غادي نزيدو ليكم كيجي زين في الكاسية كيجي صابط فيها وكيبقى يعني كيبقى في الكاسية مكينكسفها ما والو فهو إن شاء الله غادي نزيدو ليكم هنا راه غادي تجيبها في الكاسية مباشرة. ومن بعد ما كملت فهذا هو الشكل النهائي الشباكيه تاعتي كتجي مجعبه ورطبه وكتذوب في الفم هشيشه ومذاق رائع وكيف شفتوا معايا بلا محين وبلا عذاب بلا تشباك بلا تماره كتحس هذا الشباكيه من اروع ما يكون. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه ليا مع احبابكم وصحابكم وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم واللايكات ديالكم. ولا عجبكم هذا الفيديو هذا نزيد نعطيكم واحد الشكل اخر للشباكيه اللي حتى هو ساهل وما فيه لمحي العذاب وخليوا لي غير التعليق ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.